مقاومة الأنسولين أو ما يعرف بمقدمة السكري مرحلة لا تتفاعل فيها الخلايا ولا تستقبل السكر، ما يؤدي إلى زيادته في الدم. ومع مرور الوقت يحاول البنكرياس تنظيم نسبة السكر بإنتاج المزيد من الأنسولين حتى يتلف ويصل إلى مرحلة الإصابة بداء السكري. ومع استمرار إنتاج الأنسولين كونسلت بتاعنا النهاردة عن مقاومة الأنسولين، وممكن نخش نتكلم عن السكر كمان يعني وطريقة الأكل. بس ناس كتيرة جدا من اللي بتتفرج علينا لما بيسمع عن حاجة اسمها مقاومة الأنسولين بيبقى فاكر دايما ان احنا ده عنده السكر او ده ستاب ايه من السكر. في حقيقة الأمر لا، اعتقد ان في فرق كبير جدا بين ان حد يبقى عنده مقاومة أنسولين وحد يبقى عنده مرض السكر. ايه؟ ازاي؟ بيجي منين؟ طب نعرف ازاي؟ كل ده من خلال الكونسولتو اللي يعني منورنا النهارده. وطبعا دكتور عمرو عبد المنعم استاذ التخدير والرعايه والتغذيه العلاجيه بكليه طب القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. دكتور احمد سباعي مدرس الغدد الصماء والسكر، اهلا وسهلا بحضرتك. احمد السبعاوي مدرس الغدد والصماء والسكر المعهد القومي لامراض السكر والغدد. والدكتور رامي مجدي رمزي مدرس التخدير كليه الطب جامعه القاهره، اهلا وسهلا بحضرتك. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين. والانسولين وما ادراك ما الانسولين بين الحقيقه والخرافه، عايزين نعرف كلام كتير لان السمنه والامراض كلها الناس بتربطها بان انا اصل الانسولين بتاعي مش كويس، اصل بيحصل كذا، يعني معلومات دقيقه بنسمعها طول الوقت. والنت للاسف بقى مليان بناس بيدعوا انهم اطباء وهم ابعد ما يكون عن الطب، وبيقولوا معلومات ما انزل الله بها من علم ولا دقه ولا اي شيء. فاحنا هنحط المعلومات في نصابها ونبتدي من دكتور عمرو عبد المنعم. ايه ما بين الحقيقة والخيال؟ قلنا بقى تدقيق لفكرة مقاومة الأنسولين اللي طلع ترند اليومين دول. بص حضرتك، هو احنا الفكرة كلها ان مقاومة الأنسولين بقت عاملة زي الفزاعة. بمعنى ايه؟ في اي حد مثلا ما بينزلش في الوزن يقول انا عملت تحليل مقاومة الأنسولين وطلع هو ده السبب. اي حد عنده ممكن مشكلة ما مثلا اخرى فيقول انا عملت مقاومه انسولين وطلعت هي السبب. في الحقيقه طبعا دكتور احمد الجزء ده يعني بيتعاملوا معاه كتير، احنا في التغذيه لا نطلب تحليل مقاومه او لا يجب ان نطلب تحليل مقاومه الانسولين ابدا. ليه بقى؟ وليس لنا، ده تحليل معقد ويستخدم في الابحاث فقط. انا عملته وليس خدت 9 ايام مثلا، ملوش لازمه دفعت تعملي فلوس تحليل على الفاضي ليس له لازمه وغالي جدا. طب يا جماعه هو ليه الناس فاكره ان مقاومه الانسولين يبقى عندي سكر؟ كويس، يعني انا هتكلم على الحته الجزء الاولاني اللي هو المدخل، ازاي ان انا اوصل لفكره مقاومه الانسولين من خلال الاكل. بمعنى ان يجي لي مقاومه انسولين. أيوة. بسبب الاكل. هي الفكره، هل مقاومه الانسولين نتيجه ولا سبب؟ لا، هي نتيجه. نتيجه هي ليست سبب، نتيجه للاكل الخاطئ. الكميات الكبيرة أو النوعيات المختلفة. فهذا الأكل عنده قدرة أنه يطلع إنسولين أكتر من البنكرياس، ولما الإنسولين يطلع من البنكرياس أكتر يروح للخلية الدهنية يقول لها لو سمحت خزني دهون، فزيد في الوزن وزيد في نسبة الدهون. لما تخزن دهون أكتر، الخلية الدهنية دي ليها شكلين، يا إما تكبر بالعرض يا إما تكبر بالعدد. لو كبرت بالعرض تصبح هذه خلية مصدرة للالتهاب في الجسم، تصنع مواد قادرة إنها تقلل عمل الإنسولين، فأصبحت هناك مقاومة للإنسولين. يبقى الأصل هو إيه؟ الإنسولين زاد نتيجة أكلي الغلط فعمل مقاومة. ولكن السؤال، هل هذه المقاومة الإنسولين هي اللي مقللة حرقي؟
انا كنت لسه اقول لك طب ملوش دعوه اللي مقلل حرق الانسولين اللي عالي. ليه؟ ايه اللي بيخليه عالي بقى؟ اكلي انا باكل غلط. نوعيه الاكل باكل السكريات كتير باكل حلويات كتير باكل نشويات كتير اكل غير منظم فبالتالي الانسولين بيعلى. عشان كده في ناس يلاقوا نفسهم بيدوخوا بعد الاكل بساعتين حاسين بحاله هبوط حاله هفتان. طب اللي علشان ساعتها بيبقى الانسولين عالي فوطى السكر فكلت تاني فعليته فوطيت في نقطه مهمه اعتقد بتحصل لناس كتير. في ناس كتير وخاصه في رمضان بعد الفطار بيبقوا عايزين يناموا. تمام. وفي ناس غير رمضان بعد ما بياكلوا حتى لو اكل مش دهني بيشتكوا برضو ان هم عينيهم بتقفل بيبقوا عايزين يناموا. ده ليه علاقه بالانسولين؟ ليه علاقه بحاجتين، يا اما وجبه كبيره فسحبت الدم كتير بعد فتره صيام فده اثر على وصول الدم لبقيه الاعضاء الحيويه الثانيه، دي طريقه، او ان انا فعلا رفعت الانسولين بشكل سريع جدا وبالتالي راح موطي لي السكر بشكل سريع جدا فابتديت احس ان انا همدان هبطان تعبان. فما نقولش ان الحرق انا حرقي قليل نتيجه مقاومه انسولين ابدا، لان هي الحرق قليل دي قصة طبعا نتكلم عنها بعد كده. فكرة ان انا مشكلتي كلها اصل المشكلة فين؟ في الانسولين. في الانسولين. انا هديه حريك مثال تاني، حد قرر ان هو يعمل دايت كيتو. مفترض ايه ده؟ ده انا سحبت الكربوهيدرات خالص. ترند برضه الدايت كيتو. ده انا سحبت الكربوهيدرات. ممكن نكمل الموضوع ده مهم جدا بس نطلع فاصل ونكمل مع ضيوفنا بس بعد الفاصل معلش انا اسف. فاصل ونرجع مصر. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم. وقبل ما نكمل مع موضوع مقاومة الإنسولين احنا فاتحين اهو الموبايلات بتاعتنا على صفحتنا عشان خاطر أسئلة بتاعت حضراتكم تحت أمركم وسؤال ارتباط للدكتور أحمد الإنسولين ولا دكتور أحمد نتكلم على دكتور أحمد ارتباط الإنسولين بفكرة مقاومة السكر أو وجود السكر أو احنا ما بنحرقش عشان عندنا السكر او عشان عندنا مقاومه للانسولين. طيب يعني انا هبدا كلامي بصراحه بمقدمه حضرتك ودلوقتي بقت السوشيال ميديا او النت بقى هو المحرك بقى ترند في حاجات كتير يعني اعتقد السنتين اللي فاتت دكتور عمرو حضرتك تتفق معايا كان ترند فيتامين د. والتيك توك بقى محرك اكتر للادويه كتير. السنه دي والسنه اللي فاتت الترند الموجود حاليا هو ترند مقاومه الانسولين. بصراحه هو ده سلاح ذو حدين يعني زي ما هو عمل قلق نفسي بشكل كبير جدا لمعظم الناس يعني دايما بتلاقي في العاده جاي ام عندها طفل مقلبه شويه عنده دهون زي ما هتشوف بعد شويه وجاي خايف عليه ان هو عنده سكر ولا مش عنده سكر اصل انا عملت تحليل مقاومه وطلع عالي اصل انا رحت للدكتور تغذيه ولقى وزنه زياده فطلب له تحليل المقاومه فعشان كده جيت لك هو كده مريض سكر. هو ده حقيقي سلاح ذو حدين يعني ان الطفل ده لو ما كنتش اكتشفته النهارده او ما كنتش جالي راح لدكتور تغذيه وجالي عشان خاطر اعدل له كل النظام الغذائي بتاعه هو هيجي له سكر بعد شويه. فعشان كده مقاومة الأنسولين هي مرحلة بدائية جدا 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 أو إشارة إن الشخص ده أو إنذار إن الشخص ده ممكن هيجي له سكر من نوع تاني بعد فترة. لا في فرق ما بين البري دايبيتك أو مرحلة ما قبل سكر ومرض سكر بالفعل. فمقاومة الأنسولين هو شخص في الأساس طبيعي ما عندوش سكر لكن لسه الأنسولين مش عارف يشتغل. لو ساب نفسه وما تعالجش بعد كده هيبقى عنده مرحلة ما قبل سكر ولو ساب نفسه ما تعالجش بعد كده هيبقى مريض سكر. طب لو أنا عندي سمنة اعمل التحليل بتاع مقاومه الانسولين؟ طيب مقاومه الانسولين هو حاجه بتيجي لبعض الناس اللي عندهم بعض عوامل خطوره ان هم يحصل لهم مقاومه الانسولين اللي على راسهم رقم واحد زي ما الدكتور عمرو كان بيتكلم الناس اللي هم مش مظبطين اكلهم الناس اللي هم طول الوقت مش بيتحركوا اللي حركتهم قليله ماسكين الموبايلات ما بيتحركوش مش الاكل بتاعهم مش صحي الناس اللي عندهم سمنه وبالذات اللي عنده كرش سمنه في منطقه البطن. كمان في حاجه مهمه جدا اللي عنده بعض اضطرابات في بعض الغدد زي اللي عنده مشكله في هرمون الغده الدرقيه البنات اللي عندها تكيسات في المبايض. دكتور احمد هو الغدد ليها علاقه بفكره ان اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه مقاومه الانسولين؟ طيب احنا عندنا كذا غده في الجسم على راسهم فيهم غدتين مهمتين جدا جدا بتهم حاجه الموضوع بيتكلم فيه هي الغده الدرقيه. فالناس اللي عندهم خمول في الغده الدرقيه ده بيبقى الحرق عنده ضعيف بيبقى عنده سمنه الوزن بتاعه بيزيد فهو هيجي له مقاومه انسولين اللي هو لو ما عالجهاش اللي هو لو ما خسش لو ما ظبطش اكله زي ما هنتكلم بعد شويه ممكن يجي له سكر بعد شويه.
كمان عندنا مشكله في حاجه اسمها الغده الكظريه، الناس اللي عندهم زياده في افراز هرمون الكورتيزون برضو ممكن يبقى عنده زياده في مقاومه الانسولين، اللي هي علامه تقول ان الشخص دوت ممكن يجيله سكر بعد شويه. فاذا مقاومه الانسولين هي مش سكر، هي علامه ان الشخص دوت ممكن يجيله سكر بعدين. الحقيقه ان لما بيجي لحد عنده مقاومه، يعني هو سؤال حضرتك، لما انا عندي سمنه هل اعمل تحليل مقاومه ولا لا؟ هو تشخيص مقاومه الانسولين تشخيص اكلينيكي، يعني انا هحط قاعده دلوقتي مع بعض، اي حد عنده سمنه في منطقه البطن فهو عنده مقاومه انسولين. طب هطلبه هيفيدني بايه؟ هو مش هيفيدني بحاجه، هو أنا خلاص هيفيدني هو محسوم أطلبه. يعني هو ده مريض سكر؟ لا، يهمني ان انا اطمن على السكر بتاعه، يهمني ان هو عنده حاجه مخليه وزنه زياده ولا لا، مش بيظبط اكله ابعته للدكتور عمرو، مش عامل تحليل غده درقيه اعمله تحليل غده، البنات اللي عندها تكيسات في المبايض. فانا دوري ادور ايه هي الاسباب، إيه الأسباب اللي ممكن لمقاومه الانسولين، لكن حقيقي تحليل يعني ملوش اي حاجه. طب احنا عندنا سؤال، انا اسف يعني نقطه سريعه، تحليل مقاومه الانسولين اللي هو الهوم اي ار اللي دايما الناس بتطلبه، عارف حضرتك لما ابص لشخص بقى كده حالا دلوقتي والاقيه بيضحك مثلا او زعلان، هل ده معناه ان هو طول حياته زعلان او طول حياته بيضحك؟ فهو لقطه في يومه. نفس الفكره تحليل مقاومه الانسولين، لما اجي اعمل خلي الشخص دوت صايم واقيس له تحليل سكر صايم وتحليل انسولين صايم عشان المعادله اللي نحسب من خلالها مقاومه الانسولين، فهل لو انا عملت حالا تحليل مقاومه الانسولين وطلع عالي، ده معناه ان الشخص ده عنده مقاومه عاليه سواء 3 او 4 او 5 هيجيله سكر؟ لا ولا لا يعني خالص. طيب دكتور رامي، ايه علاقه التخدير بمقاومه الانسولين والسكر؟ معلش انا اسفه، لا لا خالص، احنا حابين نفهم. احنا بنصوم قبل اي عمليه، ايه علاقه؟ ما انا هقول لحضرتك، هو العمليه اللي ليها علاقه بمقاومه الانسولين، العمليه دي في منها التخدير، يعني التخدير ده جزء من العمليه. موضوع مقاومه الانسولين بيبدا من اول ما المريض بيعرف ان هو محتاج عمليه، التوتر اللي بيجي له اللي هو بقى بيعرف ان هو محتاج اي عمليه. اوكي، ما حد يقول للمريض انت محتاج عمليه، اول ما بيبتدي التوتر ده يجي له مقاومه الانسولين بتقل. نيجي بعد كده الصيام فتره طويله قبل العمليه. ده حضرتك، ده احنا عندنا اسئله وافتكاسات على موضوع 16 ساعه صيام. لا 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 لا، هقول لحضرتك حاجه، هو احنا اصلا ليه بنصوم اصلا قبل اي عمليه؟ احنا في الطبيعي بناكل ما بيحصلش ارتجاع، لكن لما المريض بياخد التخدير ده ممكن يحصل، والمريض اثناء التخدير ما بيقدرش يحمي نفسه لو حصل له ارتجاع، فده ممكن يرجع الحاجه اللي راجعه دي تخش في الرئه تعمل له التهاب رئوي حاد. عشان كده احنا بنبقى حريصين جدا ان المريض يبقى صايم فتره كافيه قبل العمليه. الفتره دي بقى قد ايه؟ ايه بقى قبل كده او يعني في فترة يعني قديمة شوية كانوا بيقولوا صيام 8 ساعات. مع زيادة الأبحاث واستخدام الألترا ساوند أو الموجات الصوتية وكده عشان يقدروا يطمنوا قد إيه الفوليوم الموجود في الستومك وكده، قللوها لست ساعات بس بشروط. ست ساعات دي أول حاجة تكون الوجبة وجبة خفيفة، ما يبقاش فيها بروتين، ما يبقاش فيها فول، ما يبقاش فيها دواجن، ما يبقاش فيها لحوم. ولازم يبقى مثلا مش سيدة حامل جايه تعمل مثلا عمليه قيصريه، ما يبقاش مثلا مريض من بتوع اللي هو عنده سمنه مفرطه، ما يبقاش مريض سكر. ليه بقى؟ ايه مشكله؟ هقول لحضرتك يعني انا اديت حضرتك امثله، ده مريض سكر مثلا. هقول لحضرتك انا اديت حضرتك امثله، ولكن ده مش كل الحالات دي، امثله بس. أوكي. اللي بيبقى فيها ان الستومك تفضي الكونتنت اللي فيها بتتاخر شويه عن الانسان اللي ما عندوش الحالات المرضيه دي. اوكي، ده على سبيل المثال وليس الحصر. ثم بعد كده قالوا لا، احنا كمان ممكن ان المريض يشرب سوائل، بس تبقى سوائل شفافه زي عصير التفاح مثلا، على ان ينتهي موضوع الشرب ده قبل العمليه بساعتين. ليه بقى؟ اكتشفوا ان المريض لما بيشرب سوائل او عصير تفاح او كده، ده بيقلل الانسولين ريزيستنس اثناء العمليه، بيعمل حاجه اسمها سنسيتايزيشن للانسولين. ليه؟ عشان فيه سكر. عشان فيه، لا هو الدايجيشن بتاع التفاح والحاجات دي في الجسم بيطلع مواد بتقلل. دي معلومه مهمه جدا حضرتك بتقوله، يعني معنى كده ان اي حد رايح عمليه، مش اي حد افهم انا بس الكلام، اول حاجه اي حد رايح عمليه لازم يرجع للطبيب المعالج بتاعه. تمام، بس لما يقول لك على سوائل حاول ان انت تشرب عصير تفاح حسب الطريق الطبيب المعالج برضو. ليه؟ لان في حالات مرضيه كل واحد دي حالته المرضيه. اوكي، يعني احنا بنقول كلام بشكل عام لكن تحتيه كثير من الاستثناءات. اوكي، انا دلوقتي اثناء وبعد العمليه او ما قبل العمليه، تاثير فكره مقاومه الانسولين على فكره الصيام؟ لا يا فندم، احنا طالما ماشيين الصيام حسب الجايد لاينز اللي هي بتقول ست ساعات وجبه خفيفه والسوائل حتى قبل العمليه بساعتين،
ده بيقللها لكن لا يمنعها. في بعض العوامل الاخرى زي ما قلت لحضرتك، القلق اللي موجود من قبل العمليه واحساس الجسم نفسه بالعمليه الجراحيه. اوكي، ده احنا لينا فيها دور كبير ان احنا بندي مسكنات اثناء العمليه او بنعالج الالم بشكل معين بحيث يقلل مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين دي زي ان الجسم بيحس ان هو في ستريس ما، فبيقلل تاثير الانسولين عشان يزود السكر في الدم كحاجه وقائيه في بدايتها، لكن لو زادت وبقت شيء اكزاجيريتد بيبقى ليه اثر سلبي على الانسان. أوكي. ان هو بيقلل الهيلينج او بيقلل الالتئام بتاع الجروح بعد العمليه، وبيزود نسبه العدوى او التلوث اللي ممكن يحصل في الجرح بعد العمليه. طب دكتور عمرو، احنا عندنا بقى طوفان من الاسئله، فاسمحوا لنا ان احنا نبتدي مع اسئله مش هنقدر نسال اسئله بتاعنا عشان ما يزعلوش، لكن احنا جايين من اليمن ومن العراق. في صديقة وفاء الوفاء بتقول ما هي أعراض مقاومة الإنسولين وهل له علاقة بالسكر؟ وفاء من اليمن. أوكي، وبما فيها هناخد سؤالين عشان نخلص، وياريت ضروري من فضلكم مرضى الالتهاب ثانية واحدة التصلب الوهي MS وانخفاض الإنسولين أحيانا وارتفاع وهبوط في الضغط. ده أول سؤالين. تمام، واحنا عشان زي بالظبط ما الدكتور احمد قال ان احنا انا بتكلم على من يعانون من زياده الوزن. اوكي، لا يجب ان نطلب لهم تحليل ما يطلق عليه مقاومه الجسم الانسولين. خلاص كده. طب ايه؟ عرفنا مقاومه الانسولين دي شغاله. نطلب، عايزين نعرف هم عندهم، احنا عندنا زياده الوزن او السمنه تنقسم الى قسمين، مع انها سمنه مرض ولكنها سمنه مرضيه وغير مرضيه. أوكي. بنعرفها ازاي بما يطلق عليه، بنعمل تحليل الكوليسترول عالي الكثافه، مش اي حاجه، يعني في السمنه المرضيه ولا السمنه غير المرضيه؟ السمنه المرضيه. المرضيه دي التحليل دي بتبقى مطلوبه كله فيها. لازم يعمل تحليل. اي حد عنده زياده وزن لازم يعمل تحليل. كوليسترول عالي الكثافه، الدهون الثلاثيه، السكر الصايم، دول الثلاث تحاليل الاساسيين، والضغط، ثم البطن، مقاس البطن. مقاس البطن للرجال فوق 102 سنتي وللسيدات فوق 94 سنتي. اوكي، خلاص يبقى ده مقاس مناسب. ده مقاس غير مناسب. غير مناسب، وده كده بنعرف ان احنا مقاس البطن او على حسب التعريف بتاع المتلازمه نفسها. بس لو قلت اي حد عنده وسط وفي نفس الوقت عندنا ال اثنين من اللي انا قلتهم دول، يا ضغط يا سكر صايم 100 فما فوق، يا دهون ثلاثيه اكتر 150، يا كوليسترول عالي الكثافه اقل من 40 للرجال و50 للسيدات، اشخص بيه ايه بقى؟ مقاومه الانسولين. كده انت عندك خلاص في مقاومه الانسولين اهي حصلت. مالناش دعوه بقى بالتحليل التاني. كده حسمت واضحه يعني. حسمت. انا بتعامل مع الحاله. كام في الميه من الناس اللي عندهم زياده الوزن عندهم هذا الموضوع؟ كتير. لا مش كتير. ما يزيدش عن 60%. يعني ممكن 40% ما عندهمش دكتور يعني ممكن يعني عنده سمنه ما عندوش ولا حاجه خالص. ايوه بالظبط، يعني ممكن ابقى مليانه وما عنديش مقاومه انسولين. طبعا. طب تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ لان زي ما قلت لحضرتك الكي المفتاح هو هرمون بيخرج من الخلايا الدهنيه يقول لها لو سمحتي اكبري بالعرض او تكاثري بالعدد. لو كبرت بالعرض يعني حجمها كبير اصبحت هناك مقاومه، يعني هي دي بقى السمنه المرضيه اللي احنا بخاف منها، اللي بتعمل حالة التهاب في الجسم، الجسم كله في حالة التهاب. طب اديني شكل لمريض عنده سمنة تؤدي إلى التراكمي مقاومة انسولين، يعني بما اللي أنا قصدت أقوله، هل لو شخص مليان بس في كل جسمه، يعني هو كله على بعضه مليان، ولا لو شخص عنده بطن؟ ما احنا قلنا الوسط. يعني احنا بنتكلم في ان كلنا سمنة البطن بكبرها بالكرش عند الرجال. أيوة. كده مؤكد ان أيوة. انت عندك مقاومة انسولين. صحيح. بس احنا وهي دي الفكرة كلها، ادي السم لازم في بطن. أوكي. ثم بعد كده حاجتين من التانيين دول اللي احنا قلنا عليهم، يبقى كده خلاص احنا عرفنا ان احنا عندنا، بس يبقى كده نتعامل مع الكيس. الاتنين لازم ينزلوا في الوزن، ولكن الحالة السمنة المرضية لا محتاجة مختلفة في طريقة التغذية، مختلفة. تمام. ما عنديش طب بمناسبة سبيس كبيرة اتحرك فيها التغذية. رحيل الكلمات نبهتنا لحاجة مهمة بس عشان ما نفوتهاش، بتقول انتوا قبل الفاصل الدكتور كان بيتكلم عن الكيتو دايت والكربوهيدرات واتقطع الكلام بسبب الفاصل، ممكن يكمل الحديث. هو كان بيدي هو كان حضرتك مثلا لانه ترند الناس كتير مقتنع بيدي شكل التراكمي مفترض ان هذا الكيتو يعني كان مفروض يحسن
ما يطلق عليه مقاومة الأنسولين، لأن أنا منع الكربوهيدرات. صح؟ ولكن في ناس خدوا الكيتو وما نزلوش في الوزن، فقالوا هم ليه ما نزلوش في الوزن؟ لأن هم لقوا الناس اللي عندهم الأنسولين عالي والمقاوم بيتقاوم شوية، قدرة الجسم أو الكبد أنه صلع أنه صنع أجسام كيتونية المسؤولة عن فكرة الحرق ضعيفة، فمالهاش لازمة. فلازم في الأول أقلل هذا الأنسولين عشان أصنع أكتر أجسام كيتونية فخس. دكتور أنا عشان أفهم والناس، لأن فكرة الكيتو دايت أنا بدخل فيها في مناقشات كتيرة جدا مع الناس، أقول لهم إن هو مش صح وهم مصرين إن هو صح وهم بيخسوا عليه. حضرتك تقول لنا كده قول فصل، أنا الكيتو دايت ده عشان حاجة بتقول دلوقتي عشان يبقى فعال لازم يبقى فيه إيه؟ وإمتى استخدمه وإمتى استخدمه؟ بص حضرتك عشان نبقى متفقين، هل هناك يعني دليل أو عندنا جايد لاينز يعني أدلة تقول لي أن الكيتو دايت اللي هو أقل من 10 جرام كربوهيدرات ودي 85% دهون دائما أبدا ضار لكل من يمشي بيه؟ الإجابة لا. أمال ضار لبعض الناس اللي عندها استعداد، إن هذه الدهون تشتغل زي الكربوهيدرات. ببساطة الكربوهيدرات اللي أنا باخدها بتعلي الإنسولين، تروح تدي إشارة تمنع أكسدة الدهون، خلاص مفيش حرق، دهون، في حرق سكر بس مفيش حرق دهون، فالدهون بتتراكم، نسبة الدهون في الجسم عمالة تزيد 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 والجسم ما بيستهلكش الدهون، فبالتالي راحت الدهون على القلب، راحت الدهون على الكبد، راحت الدهون على الكلى. نفس الكلام بيحصل في الناس اللي بعض الناس اللي بيمشوا بالكيتو، ان هذه الدهون اللي بياخدوها تمنع أكسدة، هي نفسها تمنع أكسدة الدهون عن طريق عملية كيميائية معقدة يعني مش هخش في تفاصيلها. فالاتنين دول جاهزين، في ناس ياخدوا الكيتو وينزلوا فيه كويس جدا ويتحسنوا عليه كويس جدا، وفي ناس ياخدوا الكيتو دايت يسوقوا فيه جدا. اذا هل اقدر اعرف ازاي؟ بالتحاليل. حد ناوي يمشي بكيتو هو حر، اعمل تحاليلك، هتعمل تحاليلك وتتابعها كل 3 شهور، التحاليل ماشيه كويس والدهون الثلاثيه بتنزل والكوليسترول عالي كثافه بيعلى والسكر منتظم والضغط جميل، عيش كمل. ما قدرتش؟ طب التحاليل سيئه وقف فورا لان الجسم مش هيستحمل. دكتور احمد، لو صفاء بتقول هل استخدام ادويه السكر لانقاص الوزن اللي هي الحقن اللي شغاله لغير مرضى السكر صح ام غلط في حاله قصور الغده الدرقيه؟ طيب دلوقتي بقت الموضه في الحقن اللي هي بتاعت التخسيس، ايوه، وبعضها واخد موافقه وزاره الصحه وموافقه الغذاء والادويه الامريكيه، وبعضها حتى هذه اللحظه مش واخد موافقه الهيئه بتاعت الاف دي ايه. الغلطه اللي بتحصل دلوقتي ان بقى كتير بيستعمل بعض ادويه بتاعه السكر اللي هي مش واخده موافقات ان هي تتاخد في التخسيس، اللي هي ليها بعض الاثار الجانبيه اللي هي بتخسس وما بتعملش هبوط، فابتدى الدكاتره للاسف بالغلط يكتبوها في التخسيس، وابتدى الناس يوصفوها لبعضهم برضو بالغلط ان هم يكتبوها في التخسيس. في بعض الناس بتخسس بشكل كويس جدا وبعضها ما خسش عليها، فالموضوع فاريبل او يعني مختلف تماما. ما ينفعش اطلع النهارده واقول ان كل الناس اللي عندهم كرش يعملوا تحليل مقاومه الانسولين، ولا كل الناس اللي عندهم وزن زياده يلا يروح ياخدوا. لكن حضرتك تقدر تقول ان كل الناس اللي عندهم قصور في الغده الدرقيه ما ينفعش ياخدوا الحقن دي، ولا ينفع ياخدوا الحقن؟ لا، الحقن فيها مشكله مع بعض الاورام السرطانيه الموجوده في الغده الدرقيه، نوع معين من بعض انواع الاورام، لو حد عنده تاريخ وراثي في العيله ان هو عنده تاريخ للنوع الورم ده ما ينفعش ياخدها خالص. لكن لو بعض، لو مجرد هاشيموتو ان في التهاب في الغده الدرقيه نتيجه اجسام مضاده، لا ينفع ياخدها عادي مفيش فيها مشكله. واحد عنده نشاط في الغده الدرقيه، واحد عنده ورم حميد في الغده الدرقيه، ينفع ياخدها. المشكله لو في تاريخ وراثي او تاريخ عائلي في العيله لبعض الانواع السرطانيه لبعض الاورام اللي تيجي في الغده الدرقيه. طب وده محتاج ان هو يعمل تحاليل؟ لا يعني هل في تحاليل تقدر لو انا عندي مشكله في الغده الدرقيه ايه التحاليل ممكن اعملها علشان تديني الاوكي ان ممكن استعمل الحقن دي عشان اخس؟ تمام، احنا عندنا الفحوصات اللي بنعملها في الغده الدرقيه حاجه من اتنين، يا تحليل غده يا اشعه الغده الدرقيه عشان نشوف الحجم والشكل بتاع الغده وهكذا.
لو مجرد ان الشخص عنده خمول في الغده او نشاط في الغده لكن الغده كشكل او كمحتوى ما فيش فيها اي مشكله خالص ينفع ياخدها ما فيش فيها اي مشاكل، لكن بالسونار بتاعه وبالاشعه اللي انا عملتها على الغده لقيت فيها نتوء موجود والنتوء ده حللته لقيت فيه ورم معين اللي احنا بنقول انه ممنوع، ساعتها ده هقول له ما ينفعش انك تاخدها خالص، وده بيبقى علاجه جراحه وسكه ثانيه خالص بيمشي فيها. لكن لو مجرد خلل في الوظيفه لكن الغده كشكل ومحتوى ما فيش فيها مشكله ينفع ياخدها عادي خالص ما فيش فيها مشاكل، بس تحت اشراف طبي. والهوجه بتاعت ان انا اخد دواء من غير ما ارجع للدكتور دي يا جماعه والنبي يعني نصيحه مهمه جدا. بسمع اصحابي بروح الصيدليه يعني لا هي مش موجوده في الصيدليات، هي دلوقتي حتى الغريب بجيبها من بره. لا اللي زعل ان في مرضى بيبقوا محتاجينها، مريض سكر محتاج حقنته، لكن من كتر ما احنا بقينا بنستعملها وهي بتخسس، عشان برضه ابقى انا صريحه معاكم، بقينا مش هي مش بتخسس. امال هي بتعمل ايه؟ هي وسيله بس بتظبطنا. لا وسيله تساعد اي حد مش قادر يلتزم بالنظام انه يلتزم. ازاي بقى بتعمل ايه؟ بتشتغل على المخ. دي مش مشكله، هي دي الحقن بتاعتك سكر يعني. ايوه بتشتغل، بتدي مركز الشهيه في المخ بتشتغل عليه، فدي مش مشكله. طب حد خد الحقنه دي وما التزمش ولا هينزل في الوظيفه؟ يعني عاش حياته ولا هينزل ياكل عادي يعني. طب خد الحقنه دي وبيمشيش ولا نزلت في الوزن؟ طب اما بعد منشن لحد أما نعرفه بعد. لا منشنز منشنز فيعني اما بعد في الاخر انا عايز ايه؟ هي منظومه، هي بتديكي دفعه، بتيجي حد وراء تزوقه. هي جزء من وكمل انا بقى جزء من كل بالظبط كده. فانا لو عملت الجزء وعملت الباقي ليس له لازمه. طيب عندنا سؤال من اليمن، وفاء عباس من اليمن، بنحييك وبنحيي كل مشاهدينا في اليمن. سالتيه قولي ممكن اعراض مقاومه الانسولين هل لها علاقه بالسكر؟ طيب في يا ريت ضروري من فضلكم انتبهوا الام اس. لا بس ما تجاوبش عليه بتاع الام اس. التصلب الام اس وانخفاض الانسولين وارتفاع وهبوط في الضغط. دكتور احمد. طب دكتور احمد مشكلة الانخفاض بتاع السكر دي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايزين نفرق بين حاجتين، ما بين انخفاض السكر لمرضى السكر بالفعل وانخفاض السكر لغير مرضى السكر. دايما عشان خاطر اقول ان الشخص ده عنده انخفاض سكر لازم يتوفر عندي ثلاث حاجات او ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان السكر فعلا قليل. قبل الشروط مفيدة تطلعني فاصل؟ معلش انا اسف، فاصل ونرجع مرة. الحكاية بالظبط يا سعاد. مش عارف رشاد بيه انما اكيد في سوء تفاهم. لا سوء تفاهم ولا حاجة. رشاد بيه ايه يا اخويا؟ هات اديله اللي هو عايزه يا سعاد. مين ينسى رشاد الفوال ولهجته المميزة ولازمة ايه يا سعيد؟ الدور العبقري اللي كتب شهادة نجومية الفنان القدير محمد التاجي، اللي أبدع في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وكلها علامات لا تنسى، زي شخصية عصمة البلبيشي في المسرحية الأشهر المتزوجون، وغيرها من الشخصيات المميزة. وفي المسرح والتلفزيون كانت بصمات محمد التاجي مميزة جداً، ما استغلش يوم كونه حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عصر، ومعرفش الجمهور ولا الوسط الفني إلا بعد نجاحه الباهر في مسلسل البشاير، وظهرت موهبته وقدروها. ومن التألق في مسرح الطليعة للبالون اتكتبت شهادة ثقة بين تاجي وجمهور المسرح. وفي التلفزيون أعمال تاجي كلها عالقة في ذهن الجمهور المصرية، بدءا من هو وهي، بوابة الحلواني، الزيني بركات، وأبو ضحكة جنان، وزيزينيا، لحد بصماته الرمضانية المبدعة في مسلسل فاتن أمل حربي ودور بابا شفيع اللي استلمها من شخصية عزيز بيل أليط اللي ابتكرها الكاتب الصحفي أحمد رجب ورسام الكاريكاتير مصطفى حسين، وأضاف ليها لمساته وهي عدته اللي بدأها لما اخترع لازمة ولهجة لشخصيته في مسلسل البشاير خلتها عايشة من سنة 86 وكأنه اتعرض امبارح، عشان كده بيعتبره أهم محطة في تاريخه الفني. وفاجئ الجمهور بأدوار جديدة عليه في لعبة نيوتن وملوك الجدعنة ودايماً عامر. محمد التاجي الابن البار اللي بعد عن التمثيل في بداية الألفية ليرعى والدته، والأب الحنون الحازم، والجد الطيب الحكيم، الخليط المميز اللي ظهر على الشاشة فصدقه الجمهور وحبه وبقت طلته علامة جودة في أي عمل فني بيشارك فيه.
وبنجد تحية لكل المشاهدين. وفي فنانين بينجحوا كده ان هم يدخلوا قلوبنا من غير اي شيء وبدون استئذان، هم كده طلتهم كفاية انها تشرح القلب. نشوفهم على الشاشة نحس ان هم مننا، قابلناهم نعرفهم، جيران، اصدقاء، اصحاب، قرايب. يمكن من كتر ما تعلقنا بادوارهم المميزة ومن كتر ما هم مميزين كمان وان هم بيسيبوا لنا بصمة في وجداننا، فبقينا بالنسبة لنا هم جزء من العيلة. من الفنانين دول اللي ينطبق عليهم كل الاوصاف ده الفنان القدير محمد التاجي اللي منورنا النهارده واللي بيخلينا مستمتعين طول الوقت بادواره، لكن هو عنده كمان اراء في الرجاله والستات غريبه بالنسبه لنا احنا مع المراه ظالمه او مظلومه. هو عنده تحفظات كتيره حتى لما ظهر مع فاتن امل حربي وكان مناصر ليها، وكان يعني حاجه فخر كده نتمنى نموذج ده يكون موجود وفي استنساخ، الا ان هو في الحقيقه ليه وجهه نظر ووجهات نظر مختلفه خالص هنعرفها منه النهارده. منورنا واسعدتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. نورتنا وشرفتنا. أنا المنور بوجودكم معانا النهارده. أستاذ محمد، أنت عندك مشكلة مع البرامج اللي زي بتاعتنا اللي بتناقش قضايا المرأة، شايف إن إحنا يعني بنبوظ دماغات الستات أو بنلعب في حاجة مش مفروض إن إحنا نعملها، صح؟ حقيقي. طب إيه بقى؟ ليه؟ ليه؟ آه. لأن كل بيت وليه الفورم بتاعه وليه اخلاقياته وليه التركيبه بتاعته. اما انا من خارج هذا البيت اجي اتدخل فيه وابتدي ادي نصايح لده او ادي نصايح لده او اناصر ده على ده او اناصر ده على ده، انا ما اعرفش ايه اللي داخليات البيت. ان يبقى انا كده دخلت نفسي فيما لا يعنيني وهديت البيت ده من اساسه. طيب يا استاذ محمد، يعني وانا متحفزه احنا برنامج اجتماعي مش برنامج بنناقش بس قضايا المراه، بس بما انك انت ابتديته. ايوه، بما ان حضرتك الجزء بتاع المراه ده عامل لحضرتك مشكله. قبل ظهور خالص النوعيات دي من البرامج، احنا وغيرنا الناس اللي قلدتنا والناس اللي يعني قلدتنا ايا ما كان نوع التقليد اللي قلدته لنا، ما كانش فيه قضايا ومحاكم، وما كانش فيه الفيلم اللي عملته العظيمة فاتن حمامة وسعاد حسني وأسف أرفض الطلاق حسني شاه أريد حلا وأسف أرفض وكتير جدا غير الأفلام، ما كانش فيه محاكم وقضايا ومشكلات. إيه اللي اتغير يعني؟ اللي اتغير إن إحنا فتحنا الموضوع البهلي، فبقى الحوار لكل أي حد ليه أو ملوش، لكل حد ممكن يكون معقد من شيء معين في حياته، فهو بيفرج عن نفسه العقد دي وبيطلعها على غيره. يعني انا اتظلمت في الدنيا دي، يبقى انا كمان، يبقى اشمعنى انا اللي اتظلمت؟ الناس كلها لازم تتظلم معايا. طب ليه ما تقولش ان حضرتك بوجهة نظرك بتحجم اخدنا الحق في القرار؟ يعني انت بتقول انت مش المفروض تخشوا، كل اسره ليها طريقتها وليها موقفها، مش مفروض ان مشاكلكم حتى ولو كنتم معقدين منها انكم تظهروها قدام الناس، لان انت متعقده من حاجه مش شرط غيرك يبقى متعقد. وكان حضرتك بتاخد حق القرار لكل الستات اللي بتفرجوا علينا، يعني هي ما عندهاش المخ انها تفكر ايه الصح وايه هي الغلط. يعني هي لما بتتفرج علينا بتشوف والله مفيد، وانت وصية عليها وانت ما... لا انا ما عنديش وصية عليها. طيب ما هو ده انا بكلمه، ما هو ده اللي قصدت ان هي عندها عقل، عندها عقل تقدر تقول والله انا موافقه عليها. مخ. طب انت كنت ايه يعني، ايه اللي مش مخليك موافق؟ حبك شديد لبنتك ولا انت مش عايز تتجوز؟ انا مش عايز، الله دي بنتي. ما عندها يعني فكره ان حد تاني ياخدها دي، يعني ايه واحد بحته ورقه ياخدها والبيت الساعة 9:30 تيجي الساعة 9:30 بالليل وما تروحش، ما يفتحش الباب، ما تفتحش الباب وتخش عشان هي بيت جوزها، هي روحت البيت جوزها. يعني حضرتك كنت بتغير عليها لهذه الدرجة، بتغير على بنوتك لهذه الدرجة؟ طبعا. وما حصلش ده مع البنت التانية يعني، دي بس كان مع لا حصل كبير. يعني بس اتعلم بقى اتعلم. لا بس هي الصدمة الأولانية ويعني
هو عارف ان انا اعتذرت له كذا مره على الهواء. طب تجاوزتها ازاي؟ يعني تجاوزت فكر يعني؟ لا انا ما تجاوز يعني انا وافقت وخلاص بقى امر الله، هم عايزين بعض اتفضل. بس انا جوايا وافقت مضطر يعني. يعني انا قعدت مثلا نهار الفرح وروحوا ولا راحوا شهر العسل بتاعهم ولا بتاع، قعدت 10 ايام قافل عليا باب اوضتي ببكي. يا خبر ابيض، يا انت متعلق يعني حزين وعندك انكار. دول انت ما تعرفيش يعني دول ثروتي في الدنيا. ثلاث عيال اللي عندي دول بنتين وولد، منى ويمن والمصطفى، دول الثروه اللي طلعت بيها من الدنيا. انا ما عملتش فلوس، انا عملت اولاد. اجمل حاجه، اجمل حاجه في الدنيا ده، اجمل استثمار واجمل ثروه فعلا. على كده انت كنت صاحبهم، لان لو العلاقه بينكم كده تبقى اكيد قريبه قوي. ما انا كنت كل حاجه بتعملي. يعني انا في مسلسل اسمه نقطه ضعف، في مشهد انا حكيت فيه يعني، وانا كده قلت للمخرج، قلت له بص سيبك من الورق ده، انت هترتجل، هتقول مشاعرك الحقيقيه. انا هرتجل، انا هقول اللي انا عملته مع اولادي. لان انا كل حاجه، كل اول حاجه في حياه اولادي كنت انا لازم اعملها لهم مش امهم. يعني اول دايبر بيتغير للولد او البنت اللي هو بيقولوا عليه شحم البطن ده، انا لازم اغيره. اول لقمه ياكلوها غير صدر امهم لازم انا اللي احرسها كده بين صوابعي واكلها لهم. الله. اول يوم في المدرسه انا اللي اخدهم من ايدهم واوديهم. ده كان بيعمل حضرتك متعه. اول يوم في الجامعه يعني ده كان متعه بالنسبه لك ولا قرار؟ يعني حضرتك كنت مقرر تعمل كده ولا لقيت نفسك مستمتع فبتعمل كده بالصدفه؟ هي الايام هي اللي عملت كده. المعاناه والسعاده، معترك الحياه كله. كان حضرتك عندك معاناه في الطفوله؟ معاناه في الطفوله؟ يعني انت كنت مفتقد ده؟ لا 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 ابدا. انا يعني كانت امي حنينه قوي، انا مش هلاقي حد زي امي. اكيد كلنا مش هلاقي حد زي امهاتنا. الله يرحمها. يعني انا لحد دلوقتي مفتقد الست دي، من هي توفت من 2009 لحد النهارده. ربنا يرحمها يا رب. فيا جوايا غصه ان انا وحيد في الدنيا. طب الاحساس بالوحده ده لانها كانت بتعمل لك ايه؟ كانت بتدي لك ايه او بتمثل ايه؟ كانت صاحبتي، اكتر واحده صاحبتي في الدنيا. كانت كنا اصحاب، ما كناش لما كنا حبيت رحت قلت لها نحط فلوسنا على بعض ونقسمها، اقول لها انا معايا كذا وانت معاك كذا، يبقوا كذا، خدي دول خليهم معاك وانا خليني معايا. الله، علاقه صداقه حلوه. علاقه جامده جدا. لما حبيت شالتني قوي وشلتها قوي في الدنيا. لما حبيت رحت قلت لها اول مره انا بحب، انا عايزه اتجوز. لا كنا ما بنتكسف. ايه؟ لا كنا لسه الكلام ده بعد النضج. يعني العلاقه بقت كده قوي بعد النضج، لكن اللي هو التهور بقى واصل انا بحبه ومش عارف ايه والكلام ده. لكن انت والد حضرتك كان موجود وانت صغير ولا انا كان ابويا توفى عنده 48 سنه. فكان صغير وانا كان ايامي 18 19 لما توفى. يعني انتوا اتصاحبتوا بعد كده بعد ما والدك بقت العلاقه بقى، لان انا وهي اللي قاعدين في البيت، وكان ليا اخت برضو الله يرحمها توفت بدري، توفت سنه 83. كان عندها 32 سنه حاجه كده. الله يرحمها. فبقيت انا وهي اللي في البيت، الملاذ اللي في لبعض، احنا الاثنين في فتكونت العلاقه دي بشكل مش عايز اقول مرضي، لكن بشكل طبيعي. يعني اتمنى ان كل واحد يبص لامه بالنظره دي. ايه الموقف اللي ما تنساهوش لوالده حضرتك؟ ده كتير. اكتر حاجه بتيجي على طول في بالك؟ كتير. تحملها الصدمات. انت كان في حياتك إيه؟ صدمات؟ هي في حياتها صدمات. وفاة الزوج، وفاة البنت. وفاة الزوجة، وهي كانت صغيرة، هو كان وفاة يعني بنتها ضراها. امي ترملت ساعة وعندها حوالي 38 39 وما فكرتش في الجواز. نعم. خالص. نعم. ووفاة بنتها برضه. وبعدين وفاة بنتها. وبعدين هي اللي شالت ولاد بنتها. وهي اللي ربيتهم لحد ما كبروا وراحوا الجامعة وتخرجوا وبتاع. قصة. وانت ساعدتها؟ مش عايز. لا انتوا كبرتوا ولاد اختك. ايوه، لان هم اتربوا في البيت عندنا، هي خدتهم
قال دول بقى اللي انا هعملهم بعد كده. فحته يعني مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن هي الـ وافقت على زوجتك. يعني انت لما جبت زوجتك بتقابل والدتك؟ لا انا كان جواز صالونات. صالونات هي اللي اختارتها لك؟ لا، اختي الله يرحمها. وانت وافقت على طول؟ ايه، وانت وافقت على طول؟ يعني ما عارفه لما تبقي في انا عايزه اتجوز وانا في تجارب ما ينفعش ان انا اخد من اللي حواليا. ليه يعني ايه التجارب ما ينفعش اخد من اللي حواليا؟ يعني خلاص بقى خلي الدنيا ستر وغطى. لا, لا 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 يعني انت تحب لكن ما تتجوزش، اللي هو زوجتها زي حبها وزي تزوجها. لا 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 خلينا يعني مش للدرجه دي. امال ايه؟ لا يعني الشباب والرعونه والبتاع، يعني تبصي حواليكي مش ده الاسطمبه اللي انت تنفع ان انت تتجوزها. فلما اتجوزت صالونات لفتت نظرك ايه؟ يعني بعد الصالونات الحب بيجي اكيد قوي. في عشره بتسمو فوق الحب اكيد، وعشان كده لما احنا بنقول مهما حصل خلاف احنا الاثنين نادرنا نفسنا للبيت ده. حتى حلوه فكره النادر دي. ايوه النادر دي حاجه مهمه جدا، الناس لازم يبقى عندها الهدف. وعشان كده انا بقول يا اخوانا سيبوهم في حالهم. طيب علشان بس ما نبقاش احنا مش في موقف متهم وحضرتك كذا، لكن خلينا نقول ان حضرتك كنت في وسط فني، فانت مش عايز تتجوز زميله من الوسط الفني، فبالتالي انت اتجوزت بموسط. انت بتوقعي بيني وبينهم؟ لا 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 خالص. حضرتك قلت مش عايز اتجوز من اللي حواليا. انا كنتش لسه، يعني انا كنت لسه برضه في يعني لسه صغير برضه في البدايات في الوسط البتاع، يعني حتى اللي كانوا حواليا كلهم او يعني اللي تربت بيني وبينهم صداقات كانوا كلهم اكبر مني. طب بس انت كان عندك مخاوف ان انت تتجوز او ترتبط بحد زميله من الوسط. ما انا ما اعرفش حد من الوسط، يعني ما كناش لسه. هو انت ايه اللي دخلك الوسط الفني اصلا؟ الفن نفسه بمعنى يعني غير جد حضرتك؟ لا ما هو جدي ما كلوش دعوه بالموضوع ده. طب يعني انت ما حبيتوش عشان انت جدك وعبد الواسع؟ انا حبيته من منطلق ان شفت احترام الناس للفنان في الفتره دي، فحسيت ان انت عايز تبقى فنان. حسيت ان وبعدين انا كنت بمثل في المدرسه وفي الجامعه، وكان لينا صولات وجولات بقى وبتاع وحاجات كده. ولحد اخر وقت حتى بعد الفتره بتاعت الجامعه وكده انا ما كانش في دماغي الاحتراف. امال ازاي الاحتراف جه؟ الاحتراف جه ان احنا كنا في الجامعه كنا يعني كانوا بيجيبوا لنا مخرجين من المحترفين. يعني مثلا كان بيجي لنا فهم الخولي، كان استاذ سمير العصفوري، كان جلال الشرقي وكرم مطاق، كل الناس دي كانت بتروح تخرج في الجامعات، وكان في نشاط مسرحي كبير طيب جدا. احنا هنواصل حوارنا مع حضرتك، لسه عندنا تفاصيل كتير، وخاصه استاذ محمد بيقول دلوقتي ممكن لو رجع بيه الزمن ما يتجوزش، بيحكم زي ناس كتير بحكم اخلاقي على الفن مش حكم فني. نسال ونفهم ونعرف ايه الفرق، ولسه تفاصيل كتير بعد الفاصل. وبنجد تحيه لكل المشاهدين والضيفنا الموجود معانا منورنا فناننا الكبير استاذ محمد. في فنانين بيحكموا حكم اخلاقي مش حكم فني، طبعا وجهات نظر تحترم واراء تحترم جدا. حضرتك من الحكم ده مثلا في عماره يعقوبيان حضرتك رفضت الدور اعتقد بحكم اخلاقي مش بحكم فني، مظبوط؟ طبعا. ليه بقى؟ يعني ليه بقى؟ لان في برضه حدود. لكن لما تلاقي النص جاي لك السيناريو مكتوب اساسا تتخضي من اللي بتقريه، من العلاقه الحميميه اللي عملها الراجل ده مع البنت جوه المخزن. اما قريت السيناريو انا قلت له لا يا ابني انا عندي بنات، ما اقدرش بناتي يشوفوني كده. ما دام انا ما اقدرش بناتي يشوفوني كده يعني انا ما اقدرش المجتمع كله يشوفني بالشكل ده، يعني انا فوق ده كله ربنا ما يرضاش عن ده.
سبحانه وتعالى. يبقى في هنا حكم أخلاقي، لا في حكم أكبر من الأخلاقي كمان، لأن الأخلاقي ده بشري أو أخلاق احنا بنحطها ده منهج حضرتك ماشي بيه تقريبا طول حياتك. انا عملت كل ادوارك. انا عملت في انا برضو عملت فيه غلطه في حياتي. ايه؟ واتشتمت عليها. ايه الغلطه؟ يعني انا لما اتكلمت في ديل السمكه، في ديل السمكه الفيلم دوت، انا لما وحيد الله يرحم الجميع هو وسمير سيف جابوني وقعدنا نتكلم في الموضوع دوت، فقالوا لي حكوا لي الحدوته، فانا خدتها كافيه اوكي ان هو راجل مش عارف يعمل علاقه حميميه مع مراته، فوزع العيال عند اخته و يعني ايه فضوا البيت عليهم. فجاه جه الراجل كشف النور ده، حس ان في حاجه هنا، فرزل على الاثنين دول لحد ما الراجل في الاخر بيطلع يجري وراه ويضربه ويشتمه ويلعن سنسفيله. فانا ضحكت كافيه لذيذ، فروح قلت له خلاص بتاع. وطبعا يعني ايه وحيد وسمير، وحيد طبعًا سيف وحيد حامد وسمير سيف ونور الشريف، دول من الناس ثلاث قمم. ايه؟ لا وليهم افضل علي انا كمحمد التاجي، هم ادوني فرص كتير جدا في حياتي، فما يطلبوني ان انا اعمل لهم حاجه ضيف شرف، زي ما مثلا في الراقصة والسياسي سمير سيف طلبني عشان اعمل ضيف اللي هو الصحفي مع الست نبيلة عبيد، ورحت عملته كضيف شرف. فما طلبوني في ده ضحكت، عجبني الافيه فقلت لهم اوكي. رحنا صورنا التصوير، كنت انا وفريده سيف النصر وكل التصوير في يوم واحد. فصورنا اليوم كله، وبعدين جينا في اخر شوط لقيته بيقول لي يلا اقلع. قلت له نعم. قال لي اقلع يا باشا وخش السرير. قلت له ايه يا عم سمير؟ قال لي بقول لك ايه بتاع، احنا تربينا على ان المخرج ليه الكلمه الاولى والاخيره ما دام انت وافقتي. فخلاص اسقط في يدي، وصورت الفيلم كله يعني الشغل كله خلصت. فرضخت لل، لكن انا جوايا غير راضي. حتى روحت يومها لمراتي قلت لها حسك عينك تاخدي البنات وتروحي الفيلم ده. الفيلم ده كان أي فيلم بتاخده بيروح يتفرج عليه. ده فن يعني، ليه بتعتبرته غلطة؟ ما قصتش على نفسك شوية؟ لا ما فيش قصوة على نفسي، أنا ما أحبش ده. في ناس تانية تحل ده أوكي. زمان كان يعني بيقولك زمان والمش عارف إيه، لا ما كانش المواضيع بتحصل في الأفلام بالشكل ده. يعني شادية في ليلة من عمري هي وعماد حمدي ومش عارف ايه، طك هيحصل مش عارف ايه، طلعت الكاميرا الدنيا مطرت، الباب رزع الازاز مش عارف ايه، خلاص اتفهم ايه اللي بيحصل. الست زوزو نبيل الله يرحمها قالت لك انا ممكن اعمل الاغراء بنظره عين، هو لازم اقلع؟ هو لازم واخده بال حضرتك؟ طب انا عايز اسال سؤال، حضرتك قلت ان وحيد حامد وسميرة سمير سيف ونور الشريف من الناس اللي ليهم فضل عن، لكن حضرتك كمان قلت ان بوفاة نور الشريف كأنه نفس التأثير وتأثيره كأنه وفاة والدتك. يعني انتوا الاثنين دول كانوا بنفس القوة. انا اتيتمت انسانيا لما امي توفت، واتيتمت فنيا. ليه؟ لان نور اول واحد، يعني أنا عملت مع نور أول عمل عملته في حياتي كان مسلسل اسمه أديب. طبعا. قصة دكتور طه حسين، أول كتابات أو تاني كتابات محمد جلال عبد القوي كان رائع ودايما عبقري. رائع محمد جلال عبد القوي. وأول يعني أنا لسه كنت عملت مع الأستاذ محمد فاضل مسلسل اسمه خط عرض 43. وأول مسلسل بعدها عملته مع الأستاذ يحيى العالمي أديب. يعني نور الشريف كان معاه اول فرصه لحضرتك. وكوكبه من الناس حواليا، صالح السعداني والست امينه رزق ونوره ونور وابراهيم الشامي وايه ده، تخشي اوضه البروفات رجليك تخبط في بعض من الناس دي. نور يفضل باصص لي كده وانا في البروفه حتى من قبل ما نمثل، ما انا رايح جاهز بقى حافظ وعامل. فيقعد يباصص لي وبيضحك ومبسوط بيا قوي. وبعدين وخلاص خلصنا المسلسل وقعدنا سنتين
لقيته بعت لي بعدها بسنتين، اول انتاج لي كان بعد كده كان اخر رجال محترمين. الله. ومن هنا بقى العلاقه ابتدت بقى العلاقه، عملنا مع بعض بعدها المطارد عن حرفيش نجيب محفوظ، كان برضو سمير سيف الاخراج، وكان الاثنين اخراج. اول لقاء مع سمير كان في اخر رجال، وكان وحيد حامد هو اللي كاتب، وبعدين عملنا الـ المطارد، المطارد عن حرفيش نجيب محفوظ، وبعدين عملنا بقى البشاير. ده انت كل الشغل مسلسل رائع. وسمير سيف عملنا الجوارح. تعرف حضرتك احنا خدنا يعني رحله فنيه طويله مع نور الشريف، فاكيد ده يحسسك باليتم الفني. طيب هو نور الشريف يستاهل ويستحق حاجه قامه كبيره ومثقفه. وبعدين ما كانش معايا انا بس، نور الشريف اسالي اي حد تعامل معاه، كل الناس حقيقي بتقول الله يرحمه. الله يرحمه. طيب حضرتك الفنان عهدي صادق قال لك ايه اللي بتعمله ده يا محمد يا اخي اذا بوليتم فاستتروا من 40 سنه، قال لك يعني احكي لنا الملابسات الموقف. انا فنان بقى وعايش في دور الفنان وعشت بقى في دور الفنان. واحنا في ايام رمضان ورايحين، كنت انا وهو هنصور حاجه في استوديو مصر، فانا عديت عليه خدته الله يرحمه ورايحين. بس عشان الناس تعرف كمان عادي صادق كان مسيحي. واحنا بتاع كنت مولع سيجاره وانا في العربيه، كنت اياميها بدخن ومش عارف ايه وعايش حياتي بقى فنان صغير فنان بقى لسه بقى. فلقيته بص لي وهزقني قال لي يا اخي زبوليتهم فاستاتر واحترم نفسك، انت ايه اللي انت بتهببه ده؟ ده انا ما اعملهاش، دي اخلاق المصريين الحقيقيه. بس انا كتبت مقاله عن ده. يعني اللي علمني ديني عبد الوارث عصر وعهدي صادق. عهدي صادق عبد الوارث عصر المسلم والمسيح علمني ديني. علمني ديني، علمني ديني. كنت لسه حتى في واحنا في صاله الانتظار كان معايا دكتوره اسمها سماح عزب، فبقول لها الحاج عبد الوارث علمنا الدين من غير ما يعلمنا الدين، بمعنى اللي هو بشكل غير مباشر، بمعنى ان احنا من حبنا فيه بنعمل كل حاجه هو بيعملها. قدوه، القدوه يعني هو القدوه بتاعت العيله كلها، فكلنا مرتبطين بكل حاجه كويسه هو بيعملها. هو كان هادي كده يعني، هو كان رجل هادي كده. لا لا شكلها ما كان هو، لا هو هادي بس إلى أن؟ لما يعني الست الله يرحمها مراته وهي كانت بنت خاله هو ابن عمتها يعني كانت تقول لك الرومونجدي جه. الرومونجدي اللي هي الجنونه بقى اللي ركبوا العفريت، الرومونجدي ده حاجه من اللي هم بيسموه في يعني اللي هو اتخذ شر الحليم، يعني هو الحليم لكن كان ايه اللي يعصبه؟ اللي يعصبه مثلا يلاقي حاجه منقوله من مكانها. ياه للدرجه دي منظم؟ هو منظم بشكل اوفر، انا خدت منه دي بس مش بشكله هو. مش زيه، لا مش يعني يعني انا بلطجي. انا بمعنى ايه بلطجي؟ مش بلطجي خالص، بمعنى ان انا مثلا يعني جده يجي كان من الحلوه، جده دي كبير عجز على كلمه جده. لا والله حلو. جده يجي من البتاع يقلع بدلته يعلقها ويسويها ويحطها مش عارف تتهوى، وبعدين تدخل الدولاب وهو يعمل كل حاجه. الساعه كذا هو هيتغدى، لازم الاكل يبقى على السفره. الساعه كذا هيشرب القهوه، يروح هو يعملها بنفسه. مش عارف هنا الكتاب الفلاني يمد ايده يجيبه، هنا الورقه العلاني، نظام دقيق، نظام في كله. انا زيه منظم قوي بس ايه يعني قوم يا بت، قوم يا بت اعملي لي قهوه، قومي اعملي لي قهوه بتاع، قومي حطي لي يعني اعتمادي برضو يعني مش زيه هو بيعتمد على نفسه. حضرتك منظم ولكن اعتمادي، بلطجي شويه يعني، اما يعني اتدلع على اولادي شويه. طب ليه حضرتك بتقول على اولادي لو رجع بيك مش على مراتك؟ ايه؟ لا يعني ما البنات حنينين على الاب اكتر. طب لو رجع بيك الزمن ما كنتش اتجوزت ليه؟ دلوقتي يعني لو انت دلوقتي كنتش اتجوزت من الوضع اللي حاصل دلوقتي. ايه بقى الوضع؟ وانا بدعو كل شاب متجوز ولا كل حاجه دلوقتي بقت محسوبه ماديا، مفيش
ما فيش عشرة، ما فيش مودة، ما فيش. كانت ست وردة ليها افتكر له الأسية ليه وانسى ليالي هنية. مش قالت كده؟ قالت كده، بس لما في ليالي ليه؟ ليه دايما احنا بنمسك في الأسية؟ ده عمل، ده سوى. طب ما كان في ما هي ريت تدوم. طيب ما هو انا هقول لحضرتك، انا اعرف مثلا، انا اعرف، ما هو يا ريت تدوم. ما هو انا برضو هقول لك يعني، انا مثلا اعرف حالات، واحد طلق مراته لانها ضربته وهو في بيته ما تعودش انه يمد ايده على واحده ست. هي هو لازم هنا يطلق. هو الطبيعي انه ما يمدش ايده، مش دي قاعدة شاذة؟ طب ما احنا بنقول كده، في هنا شواذ وهنا في شواذ. كم ست بقى بتتضرب من جوزها؟ لا لا لا، ما تقوليش برضو زي ست راغده شلهوبه ما جابت لي احصائيات اي كلام فارغ وتقول لي والله لا. في 10 مليون ست راغده اكون الاحصائيات اللي بتجيبها ليها خلفيه والاعداد بيمشي ورا طالما قلنا احصائيه عمرنا ما نقدر بيعولوا الاسره. مفيش مبالغه ومفيش افتراء. لا في مبالغه، لا اما تقولي 10 مليون ست بيعولوا الاسره. 10 مليون يعني في خمسه، يعني احنا نص المجتمع معتمد على الستات. ده احنا كرمنكم. ايه ده احنا كرمنكم كمان. كرمنا والله يا استاذ محمد. هو حضرتك اسمها ايه؟ كرمان بتاعك. هو حضرتك بتقول البنات احن عليا دلوقتي. وانت في كلامك كده اللي هو ضد المرأة، الحاجة ما بتزعلش امهم؟ لا، ما هي انا دلوعت البنات ما تقدرش تزعل من عيالها. لا يعني معنى كده ان هي مش حنين عليك زيهم. لا، في فرق، بنتك غير مراتك. ايه الفرق بقى؟ بنتك في حاجة يعني أصلاً يعني مثلا بمناسبة الأبراج. أولاً أنا جوزاء. أنت بتتفرج علينا بقى في كل الحالات. أيوة. الحمد لله. الجوزاء ده بنتي متقلب. سرطان. بنت سرطان زي حالاتي. يمن اللي هي الوسطانية. أكيد الحنية كلها. حنية الدنيا على أبوها. على ابوها. وانت مبسوط طبعا. طبعا. ده انا اللي بدلع وانا اللي مش عارف ايه واللي كلمني. ازيك عامل ايه النهارده؟ لا، والبوسه هنا والبتاع هنا والتدليع هنا. بتشوفي. وبعدين الثانيه جدي. منى. دي شخصيه قياديه. قياديه وهي اللي وانا ابنها. اخدت الدواء. يعني سافر مع بعض انا ومنى، سافرنا كتير مع بعض. فين بقى الام هنا؟ مراته وبتاع وحاجات كده. فين الزوجه هنا؟ زوجه حضرتك اسمها ايه؟ زينب. بنحييك يا استاذه زينب. طب وبتدلع الحاجه زينب؟ والله احنا الاثنين بندلع بعض في حدود التدليع. يعني اللي هو يعني ايه بقى؟ اشمعنى ليه دلوقتي في حدود مع ان البنات في حدود التدليع؟ لان خلاص يعني مش عجزنا خلاص احنا. طب قبل كده كان احنا بقينا شخصيه الدلع. واحده بعبالها. انتوا اللي. طب قبل كده قبل كده حضرتك لسه ما كبرتش وهي ما كبرتش، بس ما حدش بيكبر خالص. بس قبل كده كانت بتدلعك او بتدلعها ازاي؟ بتدلعها. بتدلعني وبدلعها ازاي؟ تفتكر عيد ميلادها يعني ازاي تطلع على الملأ؟ يعني ينفع تقول يعني بتفتكر عيد ميلادها بتجيب لها هديه يعني لما تزعل منك بتصالحها؟ مثلا البنات لما وهي لما ازعل منها بتصالحك؟ ايه؟ بتصالحك؟ بنسيب الايام تداوب المساله. طب وليه ما تصالحها؟ ايه؟ طب وهي ليه ما تصالحنيش؟ ما انا هي انا وهي بنسيب. أيوة. الموضوع يدوب بقى وبتنسوا عشان اكيد في لازم تنسي كتير، بس في علامات صعب ان الراجل او الست ينساها. اللي هي ايه بقى؟ زي لا مش هقدر اتكلم فيها. طيب سؤال تاني، لما مين المفروض يبتدي في الخناقه بالصلح من وجهة نظرك، الراجل ولا الست؟ مش مهم مين غلطان. لا مش مهم بس مين انت كأستاذ يعني محمد تحب حتى لو مين الراجل ولا الست تحب مين يبتدي الأول في الصلح؟ مين اللي يبتدي الأول؟ اللي غلطان هو اللي يعرف غلطه. أصل أكتر عيب في البني آدم أنه يكابر. ومع ذلك انت في أسرتك أو انت وبينك وبين زوجتك بتسيبوا الأمور تداوي يعني ما بتصالحوش. ده منهج على فكرة، ومنهج بينفع مع ناس كتير. فكرة ان احنا يعني عادية ليلة وخلاص. ما انا يعني
وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني، فخلاص الموضوع بقى بيتداوى بنتكلم بالوقت بقى اعملي لي شاي بالمواقف إيه؟ زي امي وابويا لا اصل احنا عندنا يعني اعملي لي شاي او ما يقول لها اعملي شاي كده بصلاح لو اللي بقوا معمل حضرتك بتقوم تساعدها في المطبخ بتعرف تطبخ عليها صينيه مكرونه بشاميل جامده جدا مش عارفه وبعمل ملوخيه بيقول ملوخيه لا خلاص يبقى مكرونه بشاميل بيبقى البشاميل سايح كده عينيا البشاميل بيبقى سايح كده وبتاع أيوة. واو لازم البشاميل يبقى سايح عشان والمكرونه ما تبقاش مستويه مين اللي علمك مين اللي علمك تعمل مكرونه اما كان صديق مامته بقى فاكيد هي علمته أمي. كان مرافق وبعدين انا كنت دائم السفر ليه شغل كنت صايع لا كنت ايام قبل قبل الجواز وقبل يعني مفيش حاجه كنت شاب شقي ثلاث اربع مرات في السنه اسافر يعني حضرتك كنت شقي ولا كنت شاب هادي لا شكله كان لا انا كنت مطلع روح اهلي شكله بس دلوقتي ما يديش خالص الشقاوة دلوقتي بقول له بص انا عملت في اهلي قراط انت هتعمل 24 قراط طب انت هتعمل ايه بقى لما يجي يتجوز فما تخاف على نفسك من عيالك يعني انا 24 قراط انت شوف بقى اضرب ال 24 قراط دول هيطلعوا قد ايه بعد كده هو لسه ما اتجوز لا طب ايه بقى هتعمل ايه هعمل ايه لما يجي يتجوز هو هو يا ريت ما يتجوزش زمن الاكبر اذا كان بيقول لك لو عاد بيه الزمن دلوقتي هو ما اتجوزش انا مش هتجوز ايوه بس هو لازم يعني يتجوز يعني انا ده دلوقتي شفتي القانون الجديد اللي مطلعهم لكم ايه يا حلوه ايه يا حبيبي إيه؟ كمان البتاع اللي اتجوز واحده 10 سنين يجيب لها الشقه حتى لو ما خلفتش طب هو ده مش من حقها من حقها الشقه والنهر والبتاع الراجل الراجل هيقدر يعمل كل ده تاني وما يعملوش ليه هو هي شيء طبيعي هو راجل خلاص ليه غرض يعني ليه فكره ان انا هاخد الشقه وهبيعه او هخليه ما انا خلاص اتطلقت يعني انا عايش معاها مال يعني تترمي في الشارع ياجر لها هي عند اهلها ليه عند اهلها هو كل واحد يروح لا يعني انا ليه هو انا يعني مش انا كراجل هي يعني هي هي لو اتجوزت تاني ملزمه ان هي تجيب للعريس الجديد شقه لا لو اتجوزت تاني هتاخد الشقه منها لا ده هو يعني انت النهارده اما تاخدي الشقه الحضانه ليكي ايوه بس ده قانون يعني حضرتك عشت كواليس ده لو هي ملهاش لو هي ملهاش ملجا او بيت لا ليها تاني ليها ملجا وليها بيت اهلها وليها بيت اهلها مين اللي قال بيت اهلها ده بيتها امال بيت مين هي بتعايز بابا هو بابا انا بنتي لا لا قدر الله يا رب ما يحصل لهم اي حاجه من دي ولا اقبل ده ابدا لو بنتي انفصلت عن جوزها انا اقبل انها تروح تعيش في بيت لوحدها طب وايه المشكله لا لا ليه لا ليه احنا صعايده ياما ايه اللي هنعمله غلط لما نعيش لوحدنا لا ما تقعدش لوحدها في البيت يعني ايه تكون نفسها تكون نفسها ايه أيوة. تاخدها تيجي تقعد تكون عندي تكون هي مش تكون نفسها تكون يعني تبقى ليها حريتها وشخصيتها الذاتيه يعني ايه تبقى ليها ست تقعد لوحدها احنا ما عندناش ده ايوه احنا مش هنعمل حاجه غلط دايما ليها عيله تعملها كده ليه احنا والله احنا نعرف ندافع عن نفسنا يا سلام والله لو دخل عليكي حرامي بالليل وانت لوحدك في البيت لا بس هو بس الحياه ان الخطوره في الحرامي اي ظرف طارئ طبعا حضرتك ما انا بننزل نشتغل كل يوم يا استاذه مفيده تنزلي تشتغلي كل يوم في وسط الناس لكن لما تفتحي باب وتقعدي لوحدك يا استاذ محمد حضرتك وجهه نظر تحترم وجهه نظر ناس كتير وده المنطقي على فكره وجهه نظر امي كانت كده بعد طيب يعني الستات هو نفسه لكن في ستات بتبقى خلاص اقويات وناضجات وهم عايزين يعيشوا حياه مستقله دول برضو يحترموا يعني ايا مكان يعني بلاش نحجر على رغبات الاخر طالما انت انا 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 ربيت كويس ما هو احنا تحترم يعني تحترم بس انا قصدي ان احنا كمان ما نصدقش على اساس يعني طالما احنا مربيين في كويس في ستات كده وفي ستات كده طب انت لما جوزتي بنتك انا عارف ان بنتك اتجوزت قريب انا شفت لك فيديو يعني ده مش فرح انت كان كان عندها حرم كان بنتها ماشيه عماله تواسي فيها يعني كانها مثلا رايحه وماشيه وسايباها ما بتفهمش عشان جاي لكم والله اتفرج عليك
لا هي مش حضرتك كنت حزين قلت ان انت قعدت 10 ايام لما بنتك اتجوزت؟ ببكي لوحدي في اوضتي. طيب خلاص ما هو في ايوه ليه؟ ليه؟ حته مني اتاخدت. بس هي راحت لجوزها يعني الفكره ان هي بتعمل اسره وما بقتش معاكي وتبقى مبسوطه. لا البنت غير الراجل. ده حقيقي. البنت غير الولد. لما تتسحب من السند بتاعها اللي عاش عمره كله عشانها واخده بالك؟ دي الجدي ها اللي هي الجدي لان الجدي اصل الجدي شخصيه قويه ومؤثره هي بتبقى رئيسه بس هو بيحب بنتين والاثنين يعني بنتي رئيسه مجلس اداره الحياه ما انا بقول لك منى دي انا ومع ذلك بكل الحب ده عمرك ما تدخلت في اي مشكله بينها وبين نيفر ولا اسمع عنهم حاجه خالص دي ولا هم جم حكوا لك لا 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 ولا اسمح لها يعني اقول لهم انا بحييك على الموقف ده ويا رب مش عايز الاباء كلهم يبقوا كده ايه دي عايزين الاباء كلهم يبقوا كده زي حضرتك والامهات طبعا الاباء والام حسك عينك تروح تقولي لامك ليه ايوه الاثنين انا عايز احكي لماما لا ما تحكيش انت وجوزك تحلوا مشاكلكم في بينكم ولاد طب ماشي بقى هل ابتداء قدام عيني هل ده معناه ان انت هتديها نصيحه سيئه يعني ممكن ساعات الاولاد يحتاجوا الاب والام في حاجه زي كده يا ست مفيده ايوه يا استاذ محمد يا ست مفيده أيوة ايا كان لازم حاجي هبقى انا منحاز طيب ما تنحاز لا ما انحازش ما تنحاز بعصبيه لا ما انحازش مش بعصبيه يعني لا يعني ما انا لا غصب عنك هيبقى في انحياز ازاي معاكي كده والام اكتر لا مين ده اعملي ماري مونيب تطلع على طول فحرام يعني لا سيبوا الولاد هم سيبوا كل واحد يصرف حاله بمحتاجه ده حقيقي لا الاب يعني ولا الام يتدخلوا ولا من هنا ولا نهائي من هنا طيب حضرتك قلت مره ان انا عايز اعتزل وبعدين قلت هو انا هيفرق معايا اعتزل الوسط الفني هيفرق معايا وبعدين رجعت عن القرار ده ايه اللي خلى مشاعر الاعتزال والرغبة في الاعتزال تيجي عند حضرتك؟ انا مش قلت انا قلت هو انا لو اعتزلت هيجرى حاجة؟ ناس هتحس يعني؟ ولا ما والله ما هيجرى حاجة لا هيجرى ايه اللي خلاك تقول كده؟ صعبت عليا نفسي من ايه؟ من التعامل داخل ايه الموقف ايه الموقف اللي فجر؟ الموقف ان انا اتصلوا بيا كانوا عايزيني في عمل وبعدين انا قلت لهم انا في شرم اوكي بقى عندي تور كل سنه بنروح نعمله في يعني شرم وطيق طوابه مع الاسره مع العيله كلها القبيله كلها القبيله بجوازهم بالبتاع حلو انت عامل لهم عادات وتقاليد فالمهم قلت لهم قالوا لي لا احنا مستنيينك احنا هنخش نصور بس مستنيينك لما ترجع تعمل مشاهدك مالكش دعوه انت قلت لهم طيب فرجعت وكلموني قلت رجعت قال طب تعالى فروحت في البلاتو وهم بيصوروا فقعدت مع المنتج الفني انا وهو قاعدين على باب البلاتو كده في الساحه بتاعت الاستوديو ودخلت بالعربيه والعربيه ركنا جنبنا فنده على بتاع شؤون الممثلين قال له يا فلان هات السكريبتات لفلان فجابهم وحطوهم لي في العربيه وقاعدين بنتكلم فقاعدين بنتفق فلا انا مش هاخد كذا لا انا عايز كذا لا انا مش عارف ايه وخلي بالك اما يبقى صاحبك كمان كلام في الفلوس كلام غلس قوي يا ريت يبقى لنا مديرين اعمال هم اللي يتعاملوا بالحكايه دي ويجيلكم اغلبه بيعاني من ضعف الاجر رغم ان وجودكم قيمه يعني بس فالمهم قلت له بتاع قال لي هو انت اي الجمله بقى كده دي قال لي هو انت عشان ضمنت الحلقات في عربيتك هتتنطط علينا؟ قلت له ايه؟ فتحت باب العربيه رميت له الحلقات في وشه وخدت عربيتي ومشيت. اوف ايوه ما هو من هنا بقى فكره وبعدين. الاجر الضعيف ده وبعدين هو مشكله ايا كان بقى انا خدت بعضي ومشيت ما رجعكش تاني للعمل الدم بيغلي في عروقي ده اللي خلاك تكتب كتبت وانا لو لان كان اياميها نفس الحكايه حصلت مع الله يرحمهم الاثنين يوسف شعبان ومحمود الجندي نفس الموقف ده مواقف يعني مشابهه وقالوا احنا خلاص الوسط ما بقاش بتاعنا واحنا هنعتزل كانوا يعني يوسف شعبان بقيمته دي كلها ومحمود الجندي ما بقاش حد بيطلبه ايوه بس ما حدش رضاك
واخد بال حضرتك؟ محدش رضاك يا استاذ نفس محمد؟ الحكايه كان في مسلسل ولقوه لقى نفسه مكتوب بشكل عبيط قوي وبتاع، فقال لك لا انا هعتزل. فانا اياميها ايه، فجيت كده قلت طب انا اذا كان دول اتعامل معاهم كده، ودول طبعا ما بيكذبوا بيكذبوا قبليه، فقلت اذا كان دول اتعامل معاهم كده، هو انا لو اعتزلت ومحدش كلمهم ولا حد قال لهم انتوا بتعمل يعني بتعيب، انا لو اعتزلت هيجرى حاجه؟ والله ما هيجرى حاجه. طب ايه اللي رجعك تاني؟ إيه لقيت الدنيا اتقلبت عليا انا. اتقلبت عليك انك الناس قالت لا اوعى يعني. كل الناس دخلت وكل المحطات وكل القنوات، واللي بيبعتوا لي ناس في البيت يجوا ياخدوا معايا احاديث، واللي بيبعتوا لي بتاع. قلت لهم يا اخوانا انا بقول لو اعتزلت انا مش هينفع ان انا اعتزل. ده مش حلو ان انت حسيت ان الناس بتحبك؟ ايوه الحمد لله، ده بتاع ربنا بقى. طبعا، وان انت ما كنتش عارف قيمتك للمشاهد عامله ازاي. ما انا ممكن يبقى ده من بس انا جوايا قلت لهم انا مش يعني انا ما فكرتش، لان ده مصدر دخلي الوحيد. انا ما عنديش شغلانه تانية، ما عنديش ريستورانت ولا ما عنديش أيوة كافيه. بس هو جيلك كله واجيال كتير يعني احنا الاجور بتاعتنا فعلا من الاجور الضعيفه. وما كناش كده زمان برضو يا استاذه سهير، احنا كنا زمان ايام قطاع الانتاج وايام صوت القاهره وايام مدينه الانتاج الاعلامي كانوا بينتجوا، ما كانتش الفروق شاسعه ما بيننا. فكانت المسائل متوازنة. مقضية متوازنة. دلوقتي الفروق بقت جامدة جدا. خالص. أنا مرة في نجم الله يرحمه توفى برضو في يوم زعل مني، وفي أول ما ابتدوا إن هم القطاع الخاص ابتدى يدي النجوم أجور غير اللي هم بياخدوها في لأن إحنا كانت أجورنا كل واحد معروف أجره كذا. أو في لايحة في التلفزيون مثلا فلان بكذا وفلان بكذا وبتاع، وتطلب تقدمي طلب عشان يترفع اجرك، يوم يرفعوك مره 100 جنيه ومره 1000 جنيه على حسب بقى. فقلت له ففي يوم قاعدين بنتكلم وكنا على ترابيزه بروفات، فقلت له يا استاذ فلان انت النهارده عشان تاخد الاجر اللي بتاخده انا بدفع لك جزء منه. قال لي نعم. قلت له احنا النهارده كلنا بندفع ضرائب. لا غير كده بي 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 بنساعدك على ان انت تعمل. لا اسمك. هو بياخد الرقم ده والمنتج بيبتدي ايه ينزل من الاستاذة مفيدة 1000 جنيه والاستاذة سهير عشان يدي للنجم 2000 جنيه وانا مش عارف 500 جنيه وده مش عارف ايه، يبتدي يأصول من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يقدر يدفع للتاني ده اللي هو المبلغ اللي هو جايبه بيه او اللي هو التاني طالبه. فاحنا كلنا مشتركين في اجرك. قال لك ايه بقى رد عليك؟ اخرس مش عارف ايه واتعصب على ده. مين النجم ده؟ الله يرحمه. الله يرحمه. طيب. طب انا عايزه اسال سؤال تاني. يمكن الفتره دي في انا حاسه ان في احترام للقامات اللي زي حضرتك والتكريمات اللي حصلت في مهرجان الدراما. انت ما كنتش موجود في المهرجان ولا كنت موجود؟ لا كنت موجود. وحضرت؟ حضرت. واتكرمت؟ لا. ليه؟ لان انا لي اعمال والحمد لله. استاذة بس ما زعلتش؟ ايه؟ ما زعلتش؟ اتكرم ازاي؟ لا لا، ما هو في فئة كبيرة هم كان بيتكرموا نوعيات معينة. مين؟ يعني قامات كبيرة زي حضرتك؟ لا اتكرموا في ناس عشان في ناس بقالها كتير ما بتشتغلش وما بتعملش، دول اتكرموا. وفي جزء تاني اللي هم السوبر ستارز او الميجا ستارز، ست نبيلة عبيد والست ناديه جندي وسيسرا والناس دي كلها، وليلى علوي وكده. ومش عارف ليه محي الدين انا نفسي اسال اشرف زكي اشمعنى هو ديك البرابر الوحيد. طيب اللي كان في وسطهم كلهم. خلينا نخرج من المهرجان ونرجع للسوشيال ميديا. حضرتك حصل لك دعم كبير لما قلت لو انا هعتزل لا والبرامج مش عارف ايه يستضيفوني. طيب بتاع ولدرجه ان الاستاذ محمد صبحي دخل قال لي حسك في برنامج مش فاكر كان في برنامج ايه،
دخل لي وعمل مداخله وقال لي حسك عينك تعتزل. طب يعني في دعم حصل، حضرتك بقى استنكرت او استكترت الدعم اللي حصل مثلا لشيرين عبد الوهاب على السوشيال ميديا، الدعم اللي حصل من احمد العوض لياسمين عبد العزيز؟ انا ما استنكرتش، ما استكترتش. انا فسرت كلامي غلط والله. طب قول لنا بقى ايه الدقه يا ستي. انا جم سالوني ايه رايك في النحنيح البنات اللي متنحنحه على احمد العوض؟ قلت لهم متنحنحوا ليه عليه؟ قالوا لي عشان وقف جنب ياسمين عبد العزيز في محنه مراتها. قلت لهم ما طبيعي الراجل ومراته، ده شيء طبيعي ان الراجل يقف جنب مراته. هو انا لما مراتي تاعيه ابعتها لاهلها اقول لهم خففوها لي ورجعوها؟ اكيد لا، طبيعي. ما هي لازم الراجل هو اللي يقف جنب مراته في محنه زي دي، والست هي اللي تقف جنب جوزها في محنه زي دي. انا لما دخلت اعمل عمليه بتاع لا مراتك وقفت جنبك، مراتي لقيتها جايه وجاي وبتقول لي انا مرافق معاك. قلت لها يا ست روحي بيتكم، اقعدي بيتك. انت اتضايقت من رد محمد رمضان عليك لما كتبت، لما رد عليك؟ انا يعني هو انا هو ليه محمد رمضان بقى هو حديث كل البرة؟ انا ما قلتش يعني، حتى انا قلت مع الدكتور معتز قلت والله هو الراجل ما اهنيش. قال لك انت يعني عملت تاريخ، بتعمل تاريخ. هو رد عليك قال لك انا بفلوس هعمل تاريخ. فقلت له دي مش اهانه ليا. هو كان بيتكلم، انا متشكر جدا لو هو قصده ده ان هي مش اهانه ليا، ولو كان هو بيتريق عليا ربنا يسامحه. انا مش ما بحبش اخش في مهاترات، في مهاترات ولا ملهاش اي معنى وملهاش اي بتاع. شيرين عبد الوهاب برضه قالوا لي ايه رايك في طلاق شيرين عبد الوهاب؟ قلت لهم عادي، ما اللي بيطلق يطلق ويتجوز يتجوز. الست دي مش اول مره، ما اتجوزت قبل كده واتطلقت، وكلنا في ستات كتيره وفي رجاله كتيره بيطلقوا ويتجوزوا. ايه اللي انتوا حاطينه ليه التنمر دي؟ ده اتطلق، ده اتجوز، ده المبالغه الشديده إيه؟ سواء في العنف او في النقد او في الدعم، في مبالغه شديده مع عدم حكمه. ده احنا مالنا؟ انا هو انا اعرف شيرين عبد الوهاب وجوزها حسام حبيب هم مقفول عليهم باب. انا ليه علاقه بيهم؟ انا عمري ما شفت لشيرين ولا حسام حبيب على الطبيعه. احنا انا من معجبين شيرين بس. طبعا كلنا جميل، كلنا معجبين شيرين. في جمله بقى قصيره قبل ما نقول لك شكرا، مين الممثل اللي تقول له وحشتيني ونفسك تشتغل معي؟ الممثل اللي اقول له وحشتني ونفسي اشتغل معاه، هو الكلمه اللي دي قلتها لواحد بس، نور الشريف. لنور الله يرحمه، الله يرحمه. بعت 13 سنه عملنا مع عفريت النهار، كان فيلم سينما، خدت انا وهو فيه جوائز دوليه. انا ممثل تاني وهو ممثل اول، وقعدنا من 97 ل 2010 ما تشتغلوش مع بعض، ما اشتغلناش مع بعض. هو كان بيعمل الدالي ثلاثه وانا كان عندي زحمه شغل، وانا عمري ما بطلب من حد شغل. انا بتكلم بسرعه عشان نلحق نكتب حبيبي. ف بعت له مسج قلت له وحشني الوقوف قدامك، وحشني اشتغل معاك. مفيش حد من النجوم الحاليين تقول له الكلمه دي دلوقتي؟ فجاه مكلمني يا وحش ازاي تقول لي كلمه زي ده؟ طب ايه في ايه وبتاع؟ قلت له بقول لك ايه، انا عندي شغل كتير بس انت بتقول وحشني. بقى لنا 13 سنه ما مثلناش مع بعض. عايز اتدلع وانا بمثل. نور الشريف بيدلع الممثل اللي قدامه. نور الشريف بيقول لك خد نورك، بينورك وبيدعمك، اما لقيك عرقت يمسح لك عرقك بايده. لا حته السوار هو يجري يظبطها بنفسه. الله يرحمه. استاذ محمد احنا انبسطنا جدا دلوقتي، ما فيش، احنا انبسطنا جدا بوجودك معانا والله بجد. احنا سعداء ان احنا تعرفنا على حضرتك، واعتقد الجمهور كمان اتعرف عليك بشكل مختلف. وربنا يديك الصحه تسلمي ويخليك لبناتك ولابنك.